تطورات فيروس كورونا لهذا اليوم اهلا بكم عمال مصر هم من يحملون على اكتافهم مسؤوليه دوران عجله الانتاج بتلك العباره اشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمال المصريين مدبولي الذي قام بجوله تفقديه بعدد من المصانع والطرق الرئيسيه والكباري بمدينه السادس من اكتوبر شدد ايضا على ضروره الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنيه التحتيه المختلفه التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها ولان صحه المراه ودورها لا يقل اهميه عن دور عمال مصر فقد وجهت وزاره الصحه عددا من النصائح للسيدات الحوامل للوقايه من فيروس كورونا المستجد ابرزها اتباع نظام غذائي صحي واخذ قسط كاف من النوم والراحه وعدم الخروج الا للضروره النصيحة الأخيرة تلك هي ما ناشد بها محافظ القاهرة الواء خالد عبد العال المواطنين المرتادين على شوارع وسط المدينة مطالبا الباعة واصحاب المحال بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم مع ايجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء. أما على المستوى العربي ومع استمرار أزمة كورونا للشهر الرابع على التوالي لا تزداد لا تزال اعداد الاصابات في تزايد مستمر فبوتيره متزايده ارتفعت اعداد الاصابات في فلسطين الى 284 حاله بعد تسجيل عشر حالات اصابه جديده اليوم لكن الأعداد في سلطنة عمان تفوق مثيلتها في فلسطين بأكثر من ثلاثة أضعاف لكن المطمئن أن السلطنة لم تسجل سوى أربع حالات وفاة فقط اما غير المطمئن بالمره فهو وضع العمال الاجانب في قطر الذي وصفته مجله فورين بوليسي الامريكيه بانه خطير وماسوي في ظل تفشي جائحه كورونا في الدوحه اما على مستوى العالم وخوفا من التعرض لتلك الاوضاع الماساويه فقد اعلنت عدد من الدول تمديد حاله الاغلاق لمنع تفشي الفيروس المستجد ففي البلد الذي يبلغ تعداد سكانه قرابه المليار ونصف المليار نسمه الهند اعلن رئيس وزرائها نريندرا مودي مد حاله الاغلاق حتى مايو المقبل وعلى هذا الضرب سارت فرنسا وبريطانيا وغيرهما لكن السلطات التركيه تابى ان تسير في اي ضرب يحافظ على صحه مواطنيها فرح برلمانها اليوم يصادق على قانون قدمه الحزب الحاكم سيتيح الافراج عن اللصوص وتجار المخدرات وكذلك المتهمين في جرائم جنسيه بزعم التصدي لفيروس كورونا. ولكن على النقيض في روسيا اعلن رئيسها فلاديمير بوتين ادخال نظام العزل الذاتي الى اغلب مناطق بلاده كاجراء احترازي جديد عله يساهم في منع تفشي الفيروس هناك. وفي ظل كل تلك الإجراءات فلا عجب أن تخطت خسائر شركات الطيران العالمية حاجز الثلاثمائة مليار دولار وهو ما توقعه الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا الذي توقع انخفاضا يصل إلى 55% من إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد حذر صندوق النقد الدولي من خسارة الاقتصاد العالمي تسعة تريليونات دولار بسبب كورونا خلال عامين الصندوق لفت أيضا إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة ثلاثة رجاءً، إلزموا منازلكم وكونوا دائماً بخير وتابعونا أيضا عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة